عندك حبان ومستكة؟ ايه امال عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي، الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الله يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الدواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحير. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخير. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه حب هان؟ ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه في هو موجود الحب هان اهي. طب اقول لك ايه، ما تيجي تدوق اكلي. ايه تعالى دوق اكلي يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو لو مغفل. انت يا ست انت لعيبة، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو اللي قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالت ايه دخلها بالموضوع؟ الله، ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس على رجلك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ اه انا بصبصت لها وانا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح.